جينسف كنقدموا فيها مجموعه من النصائح، وكما قلنا ابتداء من شهر افريل ان شاء الله غادي نوليو ونفتحوا الخطوط الهاتفيه باش الناس اللي كيبغيو يعطيو مجموعه من النصائح يتمكنوا انهم يشاركوا معنا في هذه الفقره. اذا كانت مستمعه قالت لي كيفاش يمكننا نزولوا الصدى على الاواني المطبخ، خصوصا الاواني المنزليه اللي كتكون مصنوعه من ماده الكروم. لازاله هذا الصدى غادي تقبضي الالومنيوم، غادي تدوريه على صبعك وغادي تبداي تحكي كاع الجهات، الجهه اللي كتكون لامعه غادي تخليها من الخارج وتبداي تحكي كاع الجهات اللي فيهم الصدى. من بعد غادي تقبضي واحد القطعه ديال القماش تكون مبلله بلا الكور، المستخدم بطبيعه الحال تنظيف بتركيز 90 درجه، وغادي تدوزي ديك القطعه وهكا كيتحيد داك الصدى وكيوليو الاواني كما كانوا. اذا قلنا باش تزولي الصدى على اواني المطبخ، احيانا كما قلنا كتظهر هذيك البقع ديال الصدى على الاواني المنزليه خصوصا المصنوعه من الكروم. باش تزولي هذا الصدى غادي تقبطي كما قلنا ورق الالومنيوم، غادي تلفيه على صبعك وغادي تكون الجهه اللي كتلمع للخارج، غادي تفركي مزيان الاماكن اللي فيها الصدى. من بعد غادي تقبطي واحد القطعه ديال القماش تكون مبلله بلا الكول، مستخدم للتنظيف بتركيز 90 درجه، وغادي تمسحي وهكا غادي تشوفي ان الصدى زول وكذلك الاواني رجعوا كما كانوا. بالنسبه للاسكالوب، باش تضمني عدم التواء قطع الاسكالوب ديال البقري فاش تكوني كتقليها، غادي تقبطي وغادي ديري شقوق صغيره في الاطراف ديال كل قطعه على طول المحيط ديالها. اذا قلنا قطع الاسكالوب باش تضمني عدم التواء ديالها ديال البقري، غادي ديري شقوق صغيره في الاطراف ديال كل قطعه على طول المحيط. اذا الحليب احيانا كيلصق لينا وما كيبغيش يتحيد، باش ما يلصقلكش في القعر ديال الطنجره فاش تكوني كتغليه، حل بسيط، غادي ديري في الطنجره شويه ديال الماء، من بعد غادي تخوي داك الماء بلا ما تمسحي، وغادي ديري الحليب وغادي تغليه، وغادي تلقاي ان الحليب ما لصقش بعد الغلي. اذا كما قلنا غادي تقبطي الطنجره اللي كتغلي فيها او الكاسرونه بطبيعه الحال، غادي ديري شويه ديال الماء، غادي تخوي بلا ما تمسحي الكاسرونه، من بعد غادي تغلي الحليب وغادي تلقاي ان الحليب كاع ما لصقلك فاش غليتيه.